حسب تمارين الطب الصيني القديم راح اعلمكم تمرين، هذا التمرين باكثر من فائده، يعني مو تمرين فقط لشغله واحده، اكثر من شغله. اولا نبدي بها للشحوم المتراكمه بالافخاذ والرجلين ولعضله الرجل الخلفيه وللدوالي، مؤثر جدا حتى لارتخاء خط الطول بالجسم بحيث يرخي الاعصاب عندك، يرخي العظام عندك والعضلات. تمرين مؤثر، مرتين باليوم تسووه لمده 16 يوم. التمرين الاتي راح اشوفكم اياه بدون ما احكي، راح اندار وتشوفون التمرين شلون راح نبدا بيه. هذا التمرين 36 مره تسووه بالضبط، ايدك اثنيناتهم بالخلف خلف ظهرك، وتبدي ترفع رجلك اليمين ويا اليمين، تضرب الايد كانما بس على بطن الايد، من تضربها مو تضرب الاصابع، على بطن الايد تضربها باليمين وباليسار، مؤثر جدا في هذا التمرين، راح تستفادون من عده. صحه وسلامه للجميع، حياكم.